أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، معكم فاطمة الزهراء بن صافي، ونستهل نشرتنا بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الرئيس التونسي قيس سعيد، ويطمئن على وضعه بعد نبأ محاولة تسميمه. يوم دراسي لتفصيل مضامين المشروع التمهيدي لقانون الانتخابات، ولجنة الخبراء تؤكد أن إرساء ضوابط لتمويل الحملة الانتخابية والمخالفات الانتخابية تغيير جوهري في مسودة المشروع. الوزير والأول عبد العزيز جراد يترأس اجتماع للحكومة خصص لدراسة ومناقشة مشاريع مراسيم وعروض تتعلق بقطاعي المالية والطاقة. الفريق سعيد شنقريحة يترأس اجتماع عمل بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي خصص لدراسة مستجدات الوضع الأمني السائد داخل البلاد وفي المنطقة الإقليمية. وفي النشرة نتابع أيضا بوقدوم يستقبل بطرابلس من قبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، ويرافع باسم الجزائر لتمثيل أوسع لإفريقيا في مجلس الأمن الدولي خلال الاجتماع الوزاري للجنة الاتحاد الإفريقي المكلفة بإصلاح مجلس الأمن الأممي. أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل النشرة. بداية، أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مساء أمس مكالمة هاتفية مع أخيه رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيد للإطمئنان على وضعه بعد نبأ محاولة تسميمه. وقد حمد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الله على سلامة شقيقه الرئيس قيس سعيد بعد أن اطمأن على صحته. عرض رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات البروفيسور أحمد العرابة في يوم دراسي نظم أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، عرض أهم التعديلات المقترحة في المشروع التمهيدي للقانون العضوي للانتخابات، وهذا بحضور أعضاء اللجنة ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والقضائية بوعلام بوعلام. والبروفيسور أحمد العرابة أكد أن آلية مراقبة تمويل الحملة الانتخابية تعتبر التغيير الجوهري الذي تضمنته وثيقة المشروع. كما كشف أمام الصحافة الوطنية أن لجنة الخبراء اعتمدت في أعداد المشروع التمهيدي على دراسة عميقة للقانونين السابقين لسنة 2016 و2019، وأن الهدف من ضبط عملية تمويل الحملة الانتخابية هو التصدي لكل أشكال التمويل الغير الشرعي. العرابة أوضح أيضا أن المشروع التمهيدي للقانون العضوي للانتخابات يشجع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية من خلال تحديد شروط الثلث القائمة من الشباب دون سن 35، كما تتكفل الدولة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بكل المصاريف المترتبة عن الحملة الانتخابية بالنسبة للشباب. كما يشجع المشروع التمهيدي مشاركة النخبة والشباب الحامل للشهادات في الحياة السياسية وكذا المرأة في الحياة السياسية من خلال مبدأ المناصفة. اعتمدنا منهجية كانت مبنية على أولا دراسة عميقة للقانونين ل 2016 و2019 فيما يخص قانون الانتخابات. كانت فيه أيضا دراسة لما نسميه بالقانون العام، يعني القوانين الانتخابية التي تنظم الانتخابات في بعض الدول الإفريقية الأوروبية، كل يعني الحضارات القانونية استعملنا القوانين المتعلقة
بتنظيم الانتخابات. وكان لنا أيضا لقاءات مع أولا السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والعمران، وأيضا مع رئيس السلطة الوطنية المستقلة للشغل بالنسبة للانتخابات. كما كان لنا عمل مع إطارات وزارة الداخلية ومع إطارات اللجنة الوطنية المستقلة المتعلقة بالانتخابات. مقرر لجنة الخبراء وليد العجون ومن جهته استعرض الأهداف المرجوة من التعديلات المقترحة، كاشفا عن مصطلح جديد في المشروع وهو المخالفات الانتخابية، حيث يقر المشروع عقوبات على كل أشكال المخالفات حماية للعملية الانتخابية. إذا انطلقت اللجنة عملا بأحكام الدستور بأول مهمة، وهي السهر على توحيد النظام القانوني للانتخابات بعدما كان هذا النظام ينظمه قانون 2016 وقانون العضوي ل 2019. وهذه العملية التوحيد في حد ذاتها ومن ناحية التقنية عملية صعبة جدا، لأنها تقتضي الانسجام وتوحيد المفاهيم وإيجاد ربما النسق العام. بالنسبة للمخالفات الانتخابية، دخلنا ربما مصطلح جديد اسمه المخالفة الانتخابية، وهي كما عرفناها كل الأعمال التي من شأنها أن تعيق العملية الانتخابية مهما كان نوعها وبأي وسيلة بما فيها الوسائل الإلكترونية، وتحديد عقوبات جديدة بالنسبة لكل المخالفات. هذا وثمن المشاركون خلال هذا اليوم الدراسي ما تضمنه مشروع القانون من بنود ومواد من شأنها ضمان انتخابات نزيهة وشفافة تستجيب لتطلعات المواطنين. زكريا ميهوبي والمزيد. من الجانب الشكلي 188 مادة من القانون العضوي للانتخاب مستها مقترحات التعديل، منها 73 مادة جديدة. ورغم أن القانون يفهم في كليته، إلا أن بعض المواد المقترحة كانت محل نقاش مستفيض بين أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد ومراجعة قانون الانتخابات وممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية في مبادرة هي الأولى من نوعها أضفت على عمل اللجنة شفافية أكبر. هناك في القانون نسق عام يبدأ من المبادئ الأساسية التي يهملها الكثير من المتحدثين، وهي مبادئ أساسية هي التي تحكم محتوى المواد الأخرى. التركيز الآن جاء على بعض المواد، هذه مقاربة سياسية بطبيعة الحال، الأحزاب السياسية الفاعلين السياسيين يركزون على بعض النقاط، أما المقاربة القانونية فهو أن تقرأ النص من بدايته إلى نهايته. نوضح للرأي العام بأن الأرضية الآن مفتوحة، حتى لو دخل هذا صاحب 10 مقاعد الآن في المجلس، حتى ولو كان ربما يعتقد بأنه مزور، إذن المناسبة لك الآن أن تثبت بأنك تستطيع أن تسقطه. أليس لديك القدرة على جمع 650 توقيع في بلدية؟ Il ne faut pas considérer le président de la République comme l'exécutif. Nous avons une tendance. C'est lié aussi aux anciennes constitutions qui intègrent le président de la République dans le pouvoir exécutif. Dans la nouvelle constitution, il y est au-dessus. Le président de la République n'est pas l'exécutif. Le président de la République est élu au suffrage universel. Il est garant de la constitution. مراقبة تمويل الحملة الانتخابية فصل بثمان مواد جديدة مقترحة ترمي في العمق إلى محاربة المال الفاسد في العملية الانتخابية. ذكرت المادة اللي تكلمت على الترشيحات، قد
قطع الطريق أمام شراء الترتيب، رقابة تمويل الحملة الانتخابية، تسقيف الهبات والعقوبات الموجودة. إذن إذا كان هنالك اتفاق على أنه هذا المحاول أو هذا المشروع التمهيدي فيه ما مؤشرات تؤكد على محاربة المال الفاسد، فإننا لن نختلف على الجزئيات أو على الزاوية التي ستنظر بها الأحزاب إلى هذا الأحكام. طرحنا في هذا القانون، قلنا ما هي وسائل التمويل، ومسائل التمويل هي ثلاث أنواع. أولا التمويل الذاتي، أي أن الحزب أو المترشح هو الذي يمول حملته. ثم هناك الهبات، وهو ما يسمى بالتمويل الخاص الخارج عن المترشحين، هنا عن طريق الهبات. الهبات وضعنا لها سواء بالنسبة للشباب وللغير وضعنا لها حدود. نمط الاقتراع النسبي الجديد الذي حمله مشروع تعديل تركزت حوله العديد من أسئلة الصحفيين والتفاعل من قبل أعضاء اللجنة. الرغبة في خلقت الحياة السياسية في محاربة الفساد كان يستوجب تغيير النمط الانتخابي، وهذا النمط بقينا على الاقتراع النسبي بالقائمة المفتوحة، بمعنى أن نسمح للناخب أن يختار بكل حرية، وهذا الاختيار هو الذي راح يوقف أو يضع حدا لشراء الذمم فيما يخص في ورقة الانتخاب، سواء في رئاسيات في التشريعات وحتى في الاستفتاء وغيرها من المجالات التي يتدخل فيها عن طريق القرار. إذن ما لازمش يوقع هذا اللبس، ولازم أيضا كي نقرأوا القانون نقرأوا يعني بصفة مجملة، فوق سوسيسوني للتكست. Faut avoir une vue d'ensemble, les passerelles entre eux, les différentes parties des textes. باش ما نوقعوش في ربما لبس أو نقائص تعاب علينا بينما هي موجودة في النص أصلا. روح القانون تهدف إلى أخلقة الحياة السياسية وتشجيع الشباب والكفاءات على دخول المعترك السياسي. ترأس أمس الوزير الأول عبد العزيز جراد اجتماعا لمجلس الحكومة عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، خصص لدراسة ومناقشة مشاريع مراسيم وعروض تتعلق بقطاعي المالية والطاقة. تفاصيل الاجتماع يستعرضها وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بالحيمر. في تدخله قدم وزير المالية مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي. عرف هذا المنتوج المالي منذ ظهوره نهاية السبعينات تطورا ملحوظا في البلدان الإسلامية، خاصة في الشرق الأوسط وفي ماليزيا. في الجزائر أقيم هذا التأمين البديل بموجب قانون المالية لسنة 2020. تعرف المادة 203 لقانون المالية، تعرف التأمين التكافلي على أنه يعتمد على أسلوب تعاقدي ينخرط فيه أشخاص طبيعيون أو معنويون لمساعدة بعضهم البعض في حالة حدوث مخاطر بدفع مبلغ في شكل تبرع يسمى مساهمة. وتسمح المساهمات المدفوعة على هذا النحو بإنشاء صندوق يسمى صندوق المشاركين أو حساب المشاركين، وتتوافق العمليات المتعلقة بأعمال التأمين التكافلي مع مبادئ الشريعة الإسلامية. أما وزير الطاقة فقد استعرض مشروع مرسومين تنفيذيين يحددان الأول سير مجلس المراقبة لكل من وكالتي المحروقات، والثاني إجراءات انتقاء وتحديد الأسطح محل طلب استبقاء ومساحات الاستغلال والأسطح المردودة. بالنسبة لوكالة المحروقات، يهدف المرسوم إلى تحديد سير مجلس المراقبة المؤسس لديها لضمان المزيد من الاستقلالية والشفافية في تسييرها. بالنسبة للنص الثاني الذي يندرج هو الآخر في إطار تطبيق القانون المنظم لنشاطات المحروقات لسنة 2019، فهو يحدد كل سطح من الأسطح المحددة أعلاه مع مراعاة القواعد التقنية الخاصة والتركيز على المقاييس والمعايير الدولية المستعملة في هذا المجال.
قدم مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالزوايا والجمعيات الدينية عيسى بن الأخضر أول أمس التعازي باسم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لعائلة الفقيد الشيخ صالح تا دلت عمر عضو حلقة العزابة وهي هيئة دينية للمذهب الرياضي بالعطف بغردايا الذي وافته المنية يوم الاثنين عن عمر ناهز 91 سنة. وذكر بالأخضر بمسار الفقيد الذي كان معروفا بقيمه الأخلاقية ووطنيته الصادقة وتمسكه بالثوابت المقدسة للأمة وكدا خصال التفاني والتضحية في الأداء بكفاءة للمهام والوظائف التي أسندت إليه مكرسا حياته للدعوة الإسلامية. وقال مستشار رئيس الجمهورية أن الفقيد كان محل تقدير كبير داعيا الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان وأن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. إن لله وإنا إليه راجعون. مواصلة للاجتماعات الدورية مع مسؤولي مختلف هياكل الجيش الوطني الشعبي، ترأس السيد الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أمس اجتماع عمل على مستوى مقر أركان الجيش الوطني الشعبي، وذلك في إطار دراسة مستجدات الوضع الأمني السائد داخل البلاد وفي المنطقة الإقليمية. حضر هذا اللقاء كل من قائد الدرك الوطني ورئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي ومدير الإيصال والإعلام والتوجيه والمدير العام للأمن الوطني ومختلف مسؤولي مصالح الأمن وكذا ضباط وألوية أو أقول ضباط ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي. قام أمس وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم بزيارة عمل إلى دولة ليبيا الشقيقة، استقبل خلالها من قبل رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، وعقد مشاورات مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وكذا رئيس مجلس النواب الليبي في طرابلس حمودة سيالة ومجموعة من النواب الأعضاء في المجلس. كما كان لبوقدوم لقاء مطول مع نظيره محمد الطاهر سيالة وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني. تركزت المحادثات التي أجراها بوقدوم في طرابلس حول آخر تطورات الأوضاع في ليبيا وآفاق مسارات التسوية السياسية التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وفي هذا الإطار ذكر بوقدوم بموقف الجزائر الثابت والمتضامن مع الشعب الليبي منذ بداية الأزمة والداعي إلى ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية عبر حوار ليبي يفضي إلى إقامة مؤسسات شرعية وموحدة عبر انتخابات نزيهة وشفافة بما يضمن وحدة الشعب الليبي وسيادته على كامل أراضيها. إضافة إلى ذلك تناولت المحادثات سبل دعم وترقية العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين بما يخدم مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين. ومن جهتهم عبر المسؤولون الليبيون عن عميق امتنانهم لموقف الجزائر المتضامن والرافض لجميع أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية الليبية وكذا دعمها المتواصل للجهود السلمية الرامية لإحلال السلم والاستقرار في ليبيا. ومن خلال زيارته قام وزير الشؤون الخارجية بزيارة تفقدية لمقر السفارة الجزائرية في طرابلس تحسبا لاستئناف نشاطها الدبلوماسي في الأيام المقبلة. كما شارك وزير الخارجية صبري بوقدوم في الاجتماع الوزاري للجنة الاتحاد الإفريقي المكلفة بإصلاح مجلس الأمن الأممي، هذا وعبر تقنية التحاضر عن بعد. بوقدوم أكد أن إصلاح مجلس الأمن الأممي أصبح ضروريا داعيا إلى معالجة عدم تمثيل إفريقيا في فئة الأعضاء الدائمين وتمثيلها الناقص في فئة الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن. صبري بوقدوم أكد أيضا أهمية الالتزام بشكل كامل من أجل الحفاظ على رحم
أو أقول الزخم الدعم المتزايد والساحق للموقف الإفريقي الموحد والمشاركة المجدية للدول الإفريقية في مسائل موضوعية وإجرائية وإعطاء الأولوية للدفاع عن الموقف الإفريقي المشترك وتعزيزه. هذا وكان صبري بقدوم خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية قد استقبل أول أمس من قبل الرئيس فيليكس أنتوان تشيشيكيدي تشيلومبو، حيث نقل إليه رسالة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. كما أجرى بقدوم محادثات مع نظيرته تومبا نزيزا مالي وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية الكونغولية. وجاءت هذه الزيارة التي دامت يومين في إطار تعزيز العلاقات الثنائية ودراسة سبل ووسائل تطوير التعاون بين البلدين، وكذلك في إطار التشاور الثنائي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما وأن جمهورية كونغو الديمقراطية ستتولى الرئاسة المقبلة للاتحاد الإفريقي. تناولنا العلاقات الثنائية وعبرنا عن استعداد الجزائر للعمل سويا من أجل مصلحة كل إفريقيا، وهذا دورنا. الجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية من أكبر الدول الإفريقية مساحة ومن حيث تطلعات وطموحات، نتمنى تجسيد ذلك على أرض الواقع. هي زيارة أخوية تحمل الكثير من الأمال والإرادة لمواجهة تحديات وباء الكوفيد وتحديات التنمية. أكد المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية المكلف بمناطق الظل إبراهيم مراد خلال زيارته إلى تمن راست، أكد أن الانشغالات المطروحة من قبل ساكنة هذه الولاية سيتم حلها والنظر فيها بناء على التقارير والملاحظات والمعاينة الميدانية. محمد الأمين بوتومي. لليوم الثالث تواليا تواصلت عملية الاطلاع والتفقد التي يقوم بها المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية المكلف بمناطق الظل إبراهيم مراد إلى قرى ولاية تمن راست، حيث تم طرح عدد من الانشغالات تخص القطاعات الأساسية في سيلسكن تيفر داغمولي وتغموت. قرية زرلن تقرفاس تغموت أهم الانشغالات نتاعنا الطريق، تعبيد الطريق وتسفيته. جاءتنا زيارتين هنا وفدين إلى القرية، يعني هذا شيء يبشر بالخير إن شاء الله. وبخصوص هذه الانشغالات التي تم الاستماع إليها في قرى دوائر تمن راست تازروك وسيلت، سيتم إعداد تقارير حولها. الانشغالات التي تم إحصاؤها بطبيعة الحال نحن مع السادة الأولاد رغم ماشيين معنا رغم تبناوها اللي ما زال الأمور بسيطة وما تطلبش وسائل مالية أم رمي مع فقط التنسيق مع مسؤولي قطاعات لنا محليا، ولا يعني المشاكل المستعصية لابد ترفع إلى المركزية إلى المسؤولين على المستوى المركزي، وما لا شك فيه أنهم سيتجاوبون معها خدمة لمواطنينا وكذلك عملا بتوجيهات السيد الرئيس. إبراهيم مراد وخلال هذه الزيارة تفقد مدارس ابتدائية وملاعب جوارية بالإضافة إلى مشاريع تخص التهيئة الحضارية. في موضوع ذي صلة، تشير المعطيات المتعلقة بتنفيذ المخطط الاستراتيجي لتنمية مناطق الظل خلال السنة الماضية إلى تسجيل حصيلة إيجابية لتجسيد الأهداف المسطرة وآثار ملموسة على أرض الواقع حسب المعطيات التي كشفت عنها أول أمس وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. التفاصيل مع خالد حج جلالي. توجيه العمليات التنموية وفك العزلة عن مواطني المناطق النائية والجبلية استدعى تنظيم إحصاء عصري تشاركي لمناطق الظل من خلال تطوير نظام معلوماتي على المستوى المحلي يحتوي 16 معيار تقييم، وبرمجت العمليات بإشراك المواطنين والجمعيات المحلية، ما مكن من إحصاء 13,587 منطقة ظل على المستوى الوطني.
فيما بلغ العدد الإجمالي للمشاريع المسجلة 12841 مشروعا. واستكمالا للعمليات المسجلة، تجنيد فعلي ل 188 مليار دينار فاصل 42 من خلال إعادة توجيه البرامج المسجلة سابقا على عاتق صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية وميزانية الجماعات المحلية والمخططات البلدية للتنمية. ورغم أن تنفيذ المخطط التنموي لمناطق الظل تزامن والجهود المبذولة لمواجهة جائحة كوفيد-19، إلا أن حصيلة وزارة الداخلية تبرز بالأرقام أثاراً ملموسة على أرض الواقع. ففي مجال التموين بالمياه الصالحة للشرب، تم تعزيز شبكة المياه بإنجاز 2700 كيلومتر جديدة وإعادة تأهيل 495 كيلومترا. وفيما يتعلق بالتطهير، فقد تم تأهيل 1100 كيلومتر لشبكة التطهير. مجال الطاقة الكهربائية تعزز هو الآخر بإنجاز 218 كيلومترا جديدة. وفيما يخص الإنارة العمومية والتموين بالغاز، فقد تم إنجاز ما يعادل 600 كيلومتر جديدة من شبكة الإنارة العمومية، وإعادة تأهيل 253 كيلومترا. عمليات فك العزلة مكنت من دعم شبكات الطرقات بإنجاز 1323 كيلومترا جديدة، وتأهيل ما يفوق 2800 كيلومتر. هذا ولتحسين ظروف التمدرس، تم إنجاز 375 قسما وتأهيل 298 مدرسة وإنجاز 84 مطعما مدرسيا. الصحة الجوارية هي الأخرى، تعززت بإنجاز 32 قاعة علاج جديدة وإعادة تأهيل 175 قاعة أخرى وإنجاز 225 فضاء للترفيه. أشرف أمس وزير الطاقة عبد المجيد عطار بوهران أشرف على اجتماع خاص بلجنة تحضير النصوص التطبيقية للقانون الجديد للمحروقات. الاجتماع حضره إلى جانب إطارات من وزارة الطاقة، سلطة ضبط المحروقات ووكالة النفط، وإطارات من سوناتراك. اللقاء تناول دراسة وإعداد 5 نصوص تطبيقية المتبقية التي تضاف إلى النصوص المنتهية دراستها. رايح في البداية رايح ندرس خمس نصوص، ولكن خمس ملفات مهمة جدا في تطبيق قانون المحروقات، وهم الكونترا، العقود، نوعية العقود وكذلك كثانية التسريح اللي يتمد للشركة، شركة سوناتراك، ولا للشراكة مع شركات أجنبية باش تبدأ الأشغال في الميدان. قانون جديد فيه عقود جديدة، نوعية عقود جديدة، جباية منخفضة وأقل بيروقراطية. الهدف هو إعادة الاحتياط اللي موجود. دعا وزير العدل حافظ الأختام بالقاسم زغماتي وكلاء الجمهورية إلى ضرورة الاعتتاد بنسخ شهادات الميلاد المستخرجة عن بعد عبر الانترنت عند طلب القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق العدلية القضائية. جاء ذلك في مذكرة وجهها إلى النواب العامين، يدعوهم فيها إلى تبليغ وكلاء الجمهورية ومساعديهم بضرورة الالتزام بذلك، موضحا أن الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الذي تسخر أو تستخرج هذه الشهادات انطلاقا منه يوفر كل الضمانات لتأمين هذه الوثيقة. أجرى أول أمس العميد نور الدين جواسمية قائد الدرك الوطني زيارة عمل وتفتيش إلى مدرسة أمن الطرقات ببينام بالجزائر العاصمة. الزيارة تندرج في إطار العناية التي توليها قيادة الجيش الوطني الشعبي للتكوين، الذي يعتبر الركيزة الأساسية لتأهيل إطارات أكفاء قادرين على تحمل جميع المسؤوليات خدمة للوطن والمواطن. وبالمناسبة
الإنتخاب وقف العميد على مختلف الهياكل، حيث قدمت له شروحات وافية لمختلف التخصصات التي تتوفر عليها المؤسسة التكوينية، حيث تابع بعض التمارين التطبيقية. إثر ذلك انتقل العميد أو عميد قائد الدرك الوطني إلى مركز التكويني والتكاثر السينو التقني، حيث وقف على مختلف التخصصات التي يوفرها هذا المركز، وقدمت له شروحات عن سير عملية التكوين وترقية الثنائيات السينو التقنية. في الختام تابع السيد العميد عروضا تطبيقية. في سياق الجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والسكينة في مختلف أنحاء الوطن، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 من الشهر الجاري العديد من العمليات التي تؤكد نتائجها على الاحترافية العالية والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة على حماية بلادنا من كل أشكال التهديدات الأمنية والآفات ذات الصلة. حمزة أحمد بالقصة. في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن، سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة برج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية 6، ويتعلق الأمر بالمسمى العربي لدمي مهدي المكنى أبا، الذي التحق بالجماعة الإرهابية سنة 2012 بمنطقة الساحل. الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة، في حين أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 3 عناصر دعم للجماعة الإرهابية بكل من تيارت وخنشلة. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة للقضاء على آفة الإتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن 27 تاجر مخدرات، وحجزت خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية كميات كبيرة من الكيف المعالج تقدر ب4 قناطير و76 كيلوغرام، حاولت المجموعة الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب. وفي هذا الصدد أوقفت مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليم الناحية العسكرية 2 7 تجار مخدرات، وضبطت 359 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف 20 تاجر مخدرات وحجز 117 كيلوغرام من الكيف المعالج و30594 قرصا مهلوسا في عمليات أخرى. من جهة أخرى أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمراست عين قزام وبرج باجي مختار وإليزي 40 شخصا، وحجزت مسدسا رشاشا من نوع كلاشينكوف ومسدسا آليا و4 مركبات و73 مولدا كهربائيا و42 مطرقة ضغط و10 أطنان.4 من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات التفجير، وكذلك تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى 1.509 كيلوغرامات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، بينما تم توقيف 4 أشخاص آخرين وحجز 4 بنادق صيد و3000 وحدة من مادة التبغ و3143 وحدة من مختلف المشروبات خلال عمليات منفصلة نفذت بكل من الوادي ميلا خنشلة بجاية وبسكرة والمسيلة، كما تم إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر ب72,444 لترا بكل من أدرار تبسة سوقهراس وعين قزام. وفي سياق آخر تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية ل31 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وعين تيموشند، فيما تم توقيف 29 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان نعامة تمنراست وورقلة.
قدم أمس مدير الشرطة القضائية المراقب العام للشرطة أرزق الحاج سعيد الحصيلة الوطنية لنشاطات مصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجريمة لسنة 2020، وذلك خلال ندوة صحفية. وتتجسد هذه الجهود المبذولة من خلال الحصيلة المسجلة لمجمل القضايا في سنة 2020 التي هي مقدرة ب 258,171 قضية، أي ما يشكل تقريبا 681 جريمة لكل 100,000 نسمة، منها 184,777 قضية تم حلها، أي ما يعادل نسبة معالجة تقدر ب 71.57%، هي نسبة جد إيجابية تظهر جليا الفعالية الميدانية لمصالح العملية للشرطة القضائية. وعن تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد نتابع هذا العرض بالمؤشرات والأرقام. مع تسجيل 262 حالة جديدة أصبح المعدل خلال 24 ساعة الأخيرة أقل من حالة لكل 100,000 نسمة، علم أننا 21 ولاية لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الماضية، 20 ولاية سجلت ما بين حالة إلى 9 حالات، وسبع ولايات سجلت 10 حالات فما فوق. فيما يخص الوفيات التي سجلت خلال 24 ساعة الماضية عددها 6 وفيات جديدة رحمهم الله. أما فيما يخص الحالات التي خضعت لاستشفاء خلال 24 ساعة الماضية عددهم 332 مريض. فيما يخص الحالات التي تمثلت للشفاء طبقا للمعايير المعتمدة لحد اليوم، العدد تاعهم وصل إلى 72,538، منهم 202 تمثلوا الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص الاستشفاء عندنا حاليا على مستوى المستشفيات عبر الوطن 39 مريض في العناية المركزة. سجلت سلطة ضبط السمعي البصري خلال بث برنامج لفاتمات لقناة الشروق بتاريخ الأربعاء 6 جانفي الجاري، والذي تناول قصة نادية وسابرينا مع والدهما تجاوزات مهنية وأخلاقية. وعند استدعاء السلطة لمديري القناة اعترف بأن هناك خطأ في معالجة هذا الموضوع، وحاول تقديم توضيحات حول السياق العام للحصة وما جاء فيها قبل أن تتعرض حسبه للرقابة محملا المسؤولية. وبالمقابل أكدت السلطة أن معالجة مثل هذه المواضيع الحساسة والمعقدة يقتضي احترافية ومهنية وإشراك المتخصصين بما يقدم إضافة للمشاهد وحلولا فعلية لهذه الظواهر، خلاف ما حدث في هذه الحصة التي خلفت آثارا عكسية لأهدافها ومست بالروابط الأسرية وقدسيتها، وأعطت صورة مشينة لتعامل الأبناء مع آبائهم، وكل ذلك خلف ردود فعل مستاء لدى الأسرة الجزائرية والرأي العام، وهو ما تعده سلطة ضبط السمعي البصري سقطة إعلامية تمس بالقيم الاجتماعية. سلطة ضبط السمعي البصري التي ما فتئت تنبه من خلال بياناتها المختلفة بضرورة تحمل المسؤولية الاجتماعية لتأسيس إعلام هادف وبناء، فإنها تقرر توقيف حصة اللفات مات اعتبارا من تاريخ صدور هذا البيان، وتدعو الإعلاميين إلى الالتزام الصارم بأخلاقيات المهنة وأحكام خدمات الاتصال السمعي البصري، وكذا جميع المقتضيات المتعلقة بنشاطه. ببالغ الحزن والأسى تلقت أسرة المؤسسة العمومية للتلفزيون نبأ وفاة الزميلة تنهينان لاصب، صحفية بالقناة الرابعة الناطقة بالأمازيغية. وبهذا المصاب الجلل يتقدم وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بالحيمر بأخلص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيدة وكل الأسرة الإعلامية. من جهته المدير العام للتلفزيون الجزائري أحمد بن صبان يتقدم باسمه وباسم كافة عمال المؤسسة بخالص العزاء والمواساة لأسرتها ولكل من عرفها، سائلين المولى عز وجل أن يسكنها فسيح جناته. نسأل الله عز وجل أن يتغمدها برحمته الواسعة وأن يلهم ذويها جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
دوليا وفي مستجدات الوضع في الصحراء الغربية، واصلت قوات الجيش الصحراوي هجماتها مستهدفة قواعد جنود الاحتلال المغربي المتخندقين خلف جدار الغار، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية أمس. وجاء في البيان العسكري رقم 76 وفقا لوكالة الأنباء الصحراوية أنه قصفت قوات الجيش الصحراوي أول أمس مواقع قوات الاحتلال المغربي في منطقتي أجبيلات الخطر بقطاع الكلتا، منطقة الروس الشطمية بقطاع المحبس. في جديد جائحة كورونا عبر العالم، تجاوزت حصيلة الإصابات بالفيروس عتبة 100 مليون حالة إصابة منذ ظهور الفيروس عام 2019 بالصين، وتصدرت بريطانيا قائمة البلدان الأوروبية من حيث عدد المصابين بمئة ألف حالة. في غضون ذلك تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية في خطوة سماها الرئيس الجديد جو بايدن مجهود حرب، تعتزم جلب 200 مليون جرعة إضافية من اللقاح ضد كوفيد 19 لتمكين جميع مواطنيها من استخدامه قبل نهاية الصائفة المقبلة. إذن وبهذا الخبر مشاهدينا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا لكم على كرم المتابعة والوفاء، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل التقني والتحرير، ألقاكم بخير، ليلة هادئة.